عشان تعلمي اطفال الاجيال القادمه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي لسه ما حكيت شيء. شو قصدك يعني ان الحجاب معاناه؟ طيب ليش عم تصرخي علي وانا لسه ما بدات الفيديو؟ قلت قصتي. ما توقعتها منك يا زهراء. مالي ملزومه بتوقعاتك اللي من خيالك عني. تعرف شو، خلص ما رح احكي شيء، خلص الفيديو. لا والله زهراء اسف، ارجعي بدي اسمع قصتك. شو الواحد بيقول لما يزعل جلالتي؟ خلاص اسف يلا احكي قصتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم زهراء يوني. لما كنت خامس ابتدائي قرروا اهلي انه يعلموني على الحجاب عشان استعد لما يصير فرض علي واتعود عليه. بس الحجاب ما بيجي لحاله، لانه مو هو قطعه قماش بتحطه على الراس وبس. الحجاب بيجي مع كتير التزامات وحدود، سواء بالملبس او التصرفات. الفكره مو بس اني اغطي راسي، وكمان لازم الجسم يكون مستور. هاد غير انه مع لبس الحجاب لازم الوحده تحترمه، ما عاد صار فيها تتصرف تصرفات زي لما كانت بنت صغيره. ما فيك تلبسي الحجاب وتروحي تلعبي مع اولاد الحاره بالايدين زي قبل. للحجاب وزن واداب، والمفروض الوحده لما تلبسه تتصرف بشكل لائق. بس انا كنت كتير صغيره عشان افهم هذا الشيء. خلوني اكون صريحه معكم، انا كتير فكرت بشلون حتكون حياتي لو ما كنت لابسه حجاب، وقديش كنت رح استمتع باشياء انا محرومه منها بس علشاني محجبه. لكن اني اقدر اكبح هاي الشهوه علشان ارضي الله حيكون لها اجر كتير عظيم باذن الله. وزي ما شفتوا على النت، في كتير بنات بينشهروا محجبات بعدين بيقرروا يشيلوا الحجاب عشان ما يعيق شهرتهم، او عشان يظهروا جمالهم، او لاي سبب تاني. هدول البنات انا متاكده انه كانوا عم بكافحوا ويحاربوا هاي الشهوه لحتى مع الاسف غلبتهم. يا رب تثبتنا، لانه الثبات ما هو بالشيء الهين بزمن الشهوات والفتن. لما تحجبت كنت بالسعوديه، بس ما كنت البس عبايه زي الباقيين. اول سنتين كنت مقضيتها عرض ازياء، البس اللي بدي اياه واهم شيء فوقه يكون في حجاب. لكن عادات اهل السعوديه غير، وقتها العبايه كانت شيء كثير مهم وهي اللي بتعتبر الحجاب. وانا كنت صغيره وما كنت بعرف هذا الشيء ولا حتى منتبه له. بس لما دخلت المتوسط كان في قانون انه كل البنات لازم يلبسوا عبايه، وكنت البسها بس للمدرسه. مره واحده من زميلاتي بالمدرسه شافتني برا البيت على الكورنيش عم العب بالالعاب ومالي لابسه عبايه، ولما رحت على المدرسه باليوم اللي بعده قالت لي انا شفتك بالكورنيش، انت ليش ما تلبسين عبايه؟ من وقتها صرت انتبه على هذا الشيء وصرت البس عبايه للمدرسه وبرا المدرسه. المواقف اللي بتصير معنا كمحجبات كثير محرجه. مره كنا زايرين عند جيراننا وانا كنت لابسه وكاشخه، رحت الحمام وبهي اللحظه النساء انتقلوا من الغرفه الداخليه للصالون وانا ما كنت بعرف. لما طلعت من الحمام سمعت صوت زوج جارتنا وتجمدت بمكاني، ما عاد اعرف وين بدي اروح لانه ما في غير هذا الممر الواحد اللي لازم اروح عليه. استنيت شوي بعدين الصوت اختفى وقلت لحالي اكيد عمو راح، وانا وطالعه من الزاويه الا وهو يدخل بنفس اللحظه. التقت عيني بعينه وصارت ثانيتين من الصمت المحرج، صار وشي طماطم وركضت ركض للصاله بعد ما كنت حموت من الاحراج. لا حدا يضحك علي، انا متاكده انت وياها صار معاكم موقف مشابه. ايه انت شايفتك عم بحكي معك انت. خبرونا قصص الحجاب المحرجه اللي صارت معكم، خلونا نضحك. على فكره بعرف كمان قديش بتعاني لما تطلعي بالحجاب ويكون في هواء كثير قوي، بتصيري طول الطلعه عم تعدلي بالحجاب ليطير ويصير منظرك اضحوكه، ما بتتهني ثانيتين بالطلعه. اول ما لبست الحجاب كنت حطه مباشره على راسي وكان يرقص بكل مكان ويقع واقعد طول الطلعه وانا اكله همه. بعدين اكتشفت اختراع اسمه امطه، او هيك احنا السوريين بنسميها، واللي هي قطعه قماش بنلبسها تحت الحجاب علشان ما يتحرك. شو بتسموها بلهجتكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. من بعدها انحلت نص مشاكل المجتمعات والامم. في شغله يمكن كثير من الناس غافلين عنها، في فرق كثير كبير بين الحجاب اللي بنحطه عشان الله امرنا فيه وبين الحجاب اللي عاداتنا وتقاليدنا بتامرنا فيه. العادات والتقاليد بتتغير مع الزمن وتغير الحياه، على عكس الدين اللي هو ثابت، والاعمال بتنحسب لنا على حسب نوايانا. فحتى لو كنتي مغطيه كامل جسمك لكن نيتك ترضي اهلك او المجتمع، فيمكن ربي ما يقبل منك الحجاب. لازم نيتي تكون خالصه لله لانه هو امري بهذا الشيء. وعلى فكره هذا الشيء مو سهل ابدا، البنات بطبيعتهم بيحبوا يتجملوا ويظهروا مفاتنهم ويفتخروا بشبابهم، وهي رغبه كثير قويه عنا، تعطينا ثقه بنفسنا كثير كبيره. بس الله سبحانه وتعالى امرنا انه نبتعد عن هي الشهوه وانه نخفي جمالنا وفتنتنا علشان يحمينا من بعض الناس اللي في قلوبهم مرض، ولكثير اسباب ثانيه. وعلى فكره لكل بنت محجبه بتحس حالها افضل من غيرها اللي مو محجبه. خليني اصدمك بشغله، لا تختاري ابدا بالثبات اللي الله سبحانه وتعالى رزقك اياه، لانه ممكن يضيع منك باي لحظه. المسلم المفروض ما يختار ابدا باعماله الصالحه وينسى انها كلها رزق من الله. ممكن الله يسحب منك هذا الرزق لو تكبرت فيه على اخوك المسلم، حتى لو الشخص مقصر بنواحي دينيه، لانه الخوف والتقرب من الله رزق. احنا اللي علينا النصيحه بالمعروف والنهي عن المنكر، والهدايه دائما من الله. زهراء من امتى انت عندك كل هاي الحكمه؟ فكرتك بس بتحبي الشاي والنوم. هاي انا حكيمه طول عمري، بس انت ما بتقدر مواهبي. كملي السالفه ليكثر حسابك معي بعدين. لما كنت بالسعوديه كنت البس عبايه وشيله، بس من لما انتقلت على تركيا صرت البس ملابس ساتره وفوقها حجاب، او هذا الشيء الطويل اللي هو بديل عبايات في البلدان الثانيه واللي احنا بنسميه بانطو او مانطو. وعلى فكره احنا المحجبات عنا عده انواع للحجاب، خلينا نعددها مع بعض. النوع الاول الحجاب اللي بنطلع فيه زيارات، وهذا بيكون اكشخ وارتب حجاب، بيكون بالعاده مكوي وجاهز دائما للاستلام. النوع الثاني انا بسميه حجاب البقاله، واللي هو
حجاب قديم عدى عليه الزمان، بس لسه فينا نستخدمه قبل ما يصير في مرحله الممسحه، فبنطلع فيه على بقات الحاره لو بدنا نجيب شيء بسرعه. بالعاده دائما بيكون معلق بمكان سهل نوصل له. النوع الثالث، الحجابات المريحه. هذا النوع كتير عملي وكتير مريح وروحه كتير طويله. اول حجاب بنفكر فيه قبل ما نقرر هل حنكشخ ولا حنطلع طلعه عاديه. النوع الاخير واللي هو الاهم، اللي هو غطى الصلاه او شرشف الصلاه. هذا الحجاب المميز والفريد من نوعه، مو بس بنستخدمه للصلاه ولقراءه القران، وانما حتى علشان نفتح الباب لعمه اللي بيجيب الطلب، ننشر الغسيل بالبلكونه، نادي على العيال لو كانوا عم يلعبوا بالحاره، ولو امك بدها تتخانق مع جارتها الفضوليه. ما شاء الله هذا الحجاب له عده استخدامات، لكن المساوئ فيه انه بخلي شكلك زي البطاطا، بس على الاقل البطاطا لذيذه من الداخل مع انه شكلها بطاطي من الخارج. زيك انت يا بطاطا يا حلوه. شكرا. بتوقع كل المحجبات بيتفقوا معي بشكل كتير مهم انه الحجاب وقت الصيف معانات، غير انه بنختنق من كل جهات الراس، الشعر بيصير بيلزق ورطوبه بتهلكنا، ولو كنتي عايشه جنب البحر بتصير ريحه الحجاب سمكه. الله يكافئنا يا رب على هذا الصبر والنزاع وقت الحر. مع ذلك بنطلع بنحاول نلتزم باوامر الله، بس على الاقل وقت الشتاء بدفي لنا كل راسنا. يا عيني لو كنتي منقبه كل وشك بامان من شياطين الانس ومن البرد المميت. في شغله بتصير معي كثير كمحجبه وما بعرف لو بتصير لكل المحجبات، في كثير من الاحيان بحلم اني محجبه بالحلم وفجاه بيطير الحجاب او بيضيع مني. المهم بيصير شيء وما بكون محجبه بالحلم، وبكون قاعده على اعصابي طول الحلم اني لازم روح اتحجب، وضميري بيأنبني طول الوقت، ولما اصحى واتذكر اني ما اخذت راحتي بالحلم كثير بنقهر. يعني اوكي انا محجبه بالواقع بس مو لازم كمان بالاحلام، والله قهر. كان ودي اكشخ واشعر بالنسيم الوهمي على شعري الذي يهفف، بس ضميري ما بيخليني بحالي حتى بالاحلام. انتوا كمان بيصير معكم هذا الشيء بالحلم ولا بس انا؟ وعلى فكره انك تكوني محجبه هذا بيختصر عليكي مليونين شغله، مو لازم تفكري شو بدك تطبقي ملابس لو بتلبسي عبايه او بانطو، ومو لازم تاكلي هم ابدا كيف شكل شعرك وشو التسريحه اللي حتسويها، بتلمي شعرك وبتحطي الحجاب وما حدا له خبر شو عم بيصير بالكواليس. ولا تخلوني ابدا لما تلبسي عبايه فوق البيجامه، يا انها راحه مو طبيعيه وما حد داري عن شيء، الا لو لبستي عبايه مفتوحه ونفكت بالغلط بيصير العيد عيدين. في كثير ناس بحسبوا انه حريه المراه بس لما تخلع الحجاب، لكن لما تختار انها تتستر وتتبع كلام الله بدل كلام المجتمع بتصير مقموعه وما لها راي، مع انها بتكون تحررت من القوالب والجماليات اللي صممها المجتمع للمراه علشان يبيعوها معايير جمال مستحيله الوصول. زهراء هذا كلام والله كبير. بتعرف شو اللي اكتشفته انا يا بيبا؟ قولي. اكتشفت انه الحريه كذبه، ما في حدا حر بالحياه، يا اما حيكون عبد لشهوات او عبد مجتمع او حيكون عبد للخالق اللي بيستحق العباده. ما في حدا متحرر زي ما خلونا نتوهم، كلياتنا عبيد لكن احنا بنختار مين نعبد. زهراء عقلي ما تشتغل من كل هالكلام الكبير، خلاص بنفجر. بيبا يا حلالك لما تمدحني. تعرف شو عندي لك ولكل المتابعين هديه. الله انا بحب الهدايا. شوفي موقع النون، مين ما بيعرفه؟ هذا الموقع اللي فيك تشتري منه حرفيا كل شيء بتحلم فيه. نون عطوا متابعيني للي من السعوديه والامارات هديه كتير حلوه، خصم 10% لكل شخص جديد على الموقع و5% للمستخدمين الحاليين. وفروا قروشاتكم علشان تشتروا من نون مره ثانيه اي شيء بدكم اياه باسعار ارخص. هذا هو الكود، استخدموه عطوه لكل اهلكم واصحابكم. لو حابين تستفيدوا وتدعموني بنفس الوقت استخدموا كود نون يوني زيرو. شكرا كثير لنون على هذا العرض الحلو. زهراء جبت كل هالاشياءات من نون. كفو عليك بيبا. طيب متى الفيديو الجاي؟ تستهبل؟ هذا الفيديو ايش طيب؟ خلص الفيديو يلا اللي بعده فورا، بموت انا انتظر. والله انك اكل نكار. عموما ان شاء الله بشوفكم قريبا. ليتس جو. لو لسه ما انضميت لليونيتي محلدين في كيدو سو سبسكرايب القناه. كانت معكم زهراء يوني، سلام عليكم. بني غني راب.